شلالات بي جي ال في مدينة دوك. أهلا بكم البشير شو. البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. عرس عموري. أهلا بكم البشير شو. أهلا بكم البشير شو. أهلا بكم البشير شو. الطريق الدولي أحيي كل ناس وهلي من شمال الجنوب ومن شرق الغرب. أهلا وسهلا بكم في البشير شو. والآن مع مقدمكم أحمد الباشير. نص المدينة هلا بالرناب ويا هلا ما ينورت والله كل فترة وتعال مرق علينا هلا بوي هلا بالرناب. اهلا وسهلا ومرحبا يا هلا برينالدو. انا سعيد كلش وفرحان بجيت رينالدو وتجواله ببغداد وبالحبيبيه والمعارض. يا رونالدو 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 الظاهره رونالدو البرازيلي اللي مزين مثلث منه رقم 9. انا دائما اختاره بالبلاي الشوت مالته 9 والسبيد مالته 9. شقاقي والله. اقول لك روبرتو كارلوس بعد افضل لاعب بالعالم مو؟ طبعا روبرتو كارلوس شيفشينكو باتستوتا توتي وكانو ايتو دول كلهم بالريال ولويس فيجو. اي يابا زين حجي وزيدان زين الدين زيدان لا طلعت قاعد من العام اعتزل بطل بعدين. ما شاء الله معلوماتك كلش قوي بالرياضه. انا اعرفك بروبرتو كارلوس احسن لاعب بالعالم يا معود. تسوي لك برنامج رياضه بالتسعين تحسن لك وبطل هاي السوالف. رونالدو هذاك مو رونالدو هذا ابو جورجينيا هذا احنا قصده هذاك يا هو الان ذاك رونالدو الظاهره يا هو احنا نقصد ابو جورجينيا يا هو ابو جورجينيا 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 بغداد. لا حجي لا هي ولا رونالدو. يلا هم الخسرانين احنا اعلى احنا احسن يولون احنا خلي نشوفهم شنو خسروا اليوم ما جو بغداد. افترض ان يتلقى النجم كريستيانو رونالدو هدية تذكارية مميزة جدا من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم فسعيد هويدي هذا اللي أمامكم الآن مع الكابتن عدنان درجال رسم صورة والد رونالدو من الخيوط وبخيوط ذهبية. النجف راح تقدم البشت النجفي كهدية للمحبوب رونالدو. يا بكر كريستيانو جاي للعراق يعني شنو ينزل هو والحجية جورجيني يقعدون هنا يضربهم ملفين فلافل سمك جايبين داب حطليان اثنين زين وكرعان مسوين باكي. رونالدو راح يجي للعراق فهاي هديه خاصه جورجينا. تعالوا خلينا نشوف شنو تفاصيلها. شي راح نخلي لها غسول فارم ستاي ايضا نخليه بالبوكس. حبيب قلبي كريستيانو اليوم غداك يمي حبيب قلبي والله كريستيانو عازمك على الغداء. شوف خويا شنو فايتك ابو جونيور بابا لفت فلافل بيها 9 فلفلات مدري 12 وغدا سمك وكراعين وباكي من بيت سعدون لوحة من ذهب وبشت نجفي. لو جاي كان ورا اللعبة طلعناك للجوبية من الملعب نذبح لك طلي ونتعشى والصبح على البرات تطلع المعارض الحبيبية تراوس اللامبرجيني مالتك بكل معارض سيارات الحبيب كله كله والبياع وياه. انت الخسران. ايش خسران؟ هو البوس مالته ب 2 مليون دولار. يعني قيمة ذن الهدايا تعادل 0.000001 من سعر إعلان. حجي ترى الهدايا قيمتها المعنوية. انشب علي. لا علي من رخصتك. لا لا بقيمتها المادية. أنا آسف والله حبيبي. وكل ما تكثر القيمة المادية مال الهدايا راح أفرح أنا أكثر صراحة. يعني الأعمال اليدوية والهدايا الكوميدية والزهور الطبيعية والتمناية اللي تكتب عليها اسمي أنطيها للدجاجة تنقر بيها والله. واسم الدجاجة هي وقيمتها المعنوية وراها. فالهدايا قيمتها مع مادية فلوس. بس أنا هسه مستاء أنا مقهور أنا حزين أنا حزين كلش من الدقة الناقصة مع رونالدو والله العظيم. بس مو ما نبقى مقهورين ورانا حلقة يا ما أنا أعرف شلون أهدي نفسي بيك مواقف صعبة. أنا أعرف. جربتي بيوم تحضن نفسك أو أنتوا كلكم؟
تجربين شعور ان تحضنون نفسكم، تحضن نفسك لاول مره، تحضنها بهذه الطريقه. شباب انصحكم تكونوا بغرفه وحدكم يعني اذا احد شافكم بالبيت، حتى المشاهدين بهذه الطريقه طبعا يكونوا لوحدهم، يحضنون نفسهم. احضن نفسك، ابكي، انهار، اشعر، ابكي، انهار. شو ما حاضن نفسك ولا هاك هاك صارت تبتهم والله العربي. يلا 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 كنا نحضن نفسنا. شو بيقى شباب، شو بيقى جماعية، يلا يلا احضن يلا. انت الناصب الميز وقاعد تفرج علي، عبالك مدى اشوفك. احضن يلا نور زهير حبيبي، احضن نفسك حبيبي، راح يطلع العفو. احضن نفسك انهار نور، انهار ابكي. حيدر حنون لو حاضن نفسك مو كان ما طالع مؤتمر، كان ما حد يمك وحصلت لك كتاب شكر وتقدير. احضن نفسك رونالدو، انت لا تحضن نفسك، عندك جورجين اخوي. احضن جورجين. والله هذا الموضوع كلش فعال، احس روحي فرحت. اشو خلاص تمام اوكي تمام. بس اسمع احد يضحك علي من ورا ما يهمني يعني، كل ما ابوز احضن نفسي والطاقه انتشرت، انا كل طاقه ايجابيه واني كل سعاده. لهذا انا راح اشوف اشياء، بس اشياء تفرحني اليوم، وهذا الاسبوع صارت هوايه اشياء تفرحني. كلا للشيطان والله فرحت عليك والله، سقطتوني يا معلم، والله يوفقكم ان شاء الله. واو ثانك يو جايز، هاي مظاهره على مودي اني ما اعرف شلون اشكركم بصراحه، بس احس تعبتكم وطالعين بالترك مال الجوارين خطيه وتعبانين وجايبين هذا سيداوه بسنون ومصممين له صوره وطابعين، يعني كلش ثانك يو. رغم كل القمع والظروف السيئه وصوت ماطور المي طلعتوا وتحديتوا نفسكم هاي التظاهره، رغم ما تعرفون كل شيء راح انصب عليكم، تدورون طشه ملاعين مو تدورون طشه. بس سؤال سريع، هو هسه انتم طالعين علي لو على هيئه الحج والعمره لو على التعديل، المطالب هوايه والمكان ضيق والله. التحشيد لهي المظاهره صار هيك بابا، ايش صار؟ منو عنده مطلب خليجي وجو الشباب كلهم هسه باع عليهم. اذا تركز تلقى المعترض على قرعه الحج واللي يريد تبليط واللي محاولتهم طاقه، واكو ثلاثه عبالهم التكتات مال الشرطه والنصر هنا تنباع، واكو طبيب اسنان مرحله اخيره يركض ورا الشيخ ابو سيداوري يتعلم بيه. فوضى الله. بس عموما شكرا لان تذكرتوني، وخصوصا هاي مال الصوره هاي. لا تنسوا شيء مهم، من الضج من احد شو تسوي؟ احضن نفسك وتذكر اشياء تخليك تحس بالقوه. طبعا اني داخله على قناتي، يعني حالي حالكم اريد اشوفها، راح نتفرج هالشغله فرحانه. ابكي انهار. جيهان شبيها ليش فرحانه؟ شكو حاضنه نفسها شكو ليش فرحانه؟ ليش انا هواي احب هاي الاغنيه، هي مو مجرد أغنية طالعة من كل قلبي من كل عقلي. أنا سبق وقلت لكم إنه صوتي ما راح يطربكم، بس أكيد كلمات الأغنية راح تلامس كل بنية. شكو شو الموضوع علي، هي ليش فرحانة وحزينة؟ شكو شو الموضوع حجي؟ مو جيهان نزلت أغنية، وهاي الأغنية الكل امرأته يصير قوية، وصدفة نزولها ويامن ويا قانون حوار الشخصية، فأعتقد هاي الأغنية ضد التعديل. انت تعرف علي بقى. انت تعرف انا موقفي اتجاه المراه بالعراق شنو، المراه بالعراق ضعيفه وتستحق كل الدعم الى ان تاخذ كل حقوقها كامله، وانا دائما احرص على انه كل امراه عراقيه تكون فرحانه ضروري. فنسمع الاغنيه وجيهان وكلنا ان شاء الله وياك، كل التوفيق لكل امراه عراقيه. فوق 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 مكاني فوق والقمة ليت لوب مكاني فوق
فوق فوق فوق. أنا مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمرأة لازم تبقى بالبيت وما تأخذ حضانة ولا ورث. أنا مع فرض فقرة جديدة بقانون العقوبات تقول صوت المرأة عورة، حتى جيهان ما تطب بعد لأي استوديو، إنه بأغنية تلطش براسك فوق فوق فوق، تلطش هنا تلزق بصورة يعني مو كلش فرهانة يعني، والله العظيم ترى منبه قاعدك الصبح خصوصا اللي نومهم ثقيل، فوق 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 حيات. أتراهن والله لشت والله، شايف أكو تلا أكو أغاني تتندم إنه تسمعتها مرة بحياتك لأنه ما تطلع من رأسك، وكل ما تتذكرها تقولها ليش ما أنسى هالأغنية، هاي هاي بيبي شاك تو دي دو آي أم لشت حاليا، وهاي مال حياتي نكتجوك حياتي نكتجوك أغنية، هذه ثلاث أغاني تحط ربع اللاقة وسماعة ووتر بروف وذبن بالشط يطلع لك السمك يصيح اسقفني اسقفني. هو هذا الصيد الجائر بالمناسبة حجي، هاي مو مجرد اغنيه، الموضوع اكبر بهواي. شنو شكو بعد؟ شكو يا معود. احضن نفسك اول، احضن نفسك. اسمع. هاي جايز، بما انكم مسجات توصلني جيهان علمينا الرقصه حتى نطبقها بالتيك توك. اللي يتعلم هاي الرقصة هياك يا ترى. على وين الرقص يصير هيك؟ حتى الواحد صدق يتوب بعد هذا. يعني صح أنت قوية بس مو معناها تسوين حركة باور رينجرز. علي أنا تريد تسوي هيك علي ليش هيك؟ شباب نعوف الأوديو ونتفرج الكليب، الفيديو ممكن يطلع من عنده شيء بس أطلب طلب بس حتى نقدر نتفرج الفيديو والله، ممكن نشيل صوت الأغنية ونحط شيء بمكانها؟ شوف بعض مثلا شيل صوت الأغنية مال جيهان وحط بدلها نغمة أبو الغاز وشغل الفيديو. أنا بس عندي بعض المشاكل فيما يتعلق بالستوري بورد مال أغنية، كما تلاحظون إنه رجع متأخر ومبين عليه مكتول، مو مال واحد كان ديخون ويا وحدة إلا إذا كان ديخونها ويا الأوتشي، لأن هاي حرقة ياخة مو مصة هاي اللي بقول. ثانيا أنت بقورة لأنه هو سكران بالنسبة للبطل الواين الشاخص على الميز، يعني أنت ضايجة لأنه بلش من وقت لو شنو الموضوع لو هذا زيت المائدة. وبصراحة أي شخص يطب على هيك ميز راح يخون مرته، حطت زيتون وسلطة جرجير وغازو وثلاث مستقيات وخمس شموع، صيام متقطع مسوي الولد، قص معدة عنده، لا دجاجاية لا لحماية لا لبلبي لا كسور، لو مقش مرته شوية بشوربة كان هسه رجع لش من وقت. بعدين وراها راحت للحمام سبحت بكت بلد دموع طبعا، مسحت دموعها كتبت قوية بالحمرة ولبست جدر بالولد براسها وراحت ترقص تتلاكم. انطي مجال المرشد الاجتماعي شوية يطب بيناتكم. بعدين مرتبطة بواحد يشبه ابو نمر، شو يريد يسوي؟ شو يريد يسوي؟ كل التوفيق ان شاء الله جيهان بالاعمال القادمة، وكثري من الفدوى اروح لك بعد ورانا 10 حلقات وان شاء الله دائما اشوفك فرهانة. وردا على اغنية جيهان ثائر الفرهان قرر يسوي اغنية للرجل القوي. اكشن. هذا العمل اهداء إلى كل رجل رفض أن يصنفه المجتمع نكرة. كيفي وسوي الأريدة زلماني حاكد غلب من عندي احب اقولها بيبي هدي بعيده حاك حاك
حوك زلماني حوك 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 كل ما يعجبه يلا بلوك زلماني حوك 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 تريق يا مريومية واتغدى سمكه مشوية واتعشى تنتوني وريز وهم وياها واصعد انا بتاكسي والكروة انساها حوك 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 زلماني حوك 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 الما يعجبه يلا بلوك زلماني حوك 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 صفقة للرجل القوي. شكرا دار. نتذكر شيء مهم، نحضن نفسنا، احنا فرحانين. والان مع فقرة جوزوا لي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقرة جوزوا لي. دائما جو الزولية تلقى الأشياء اللي مستحيل يكون مكانها هناك. جو الزولية هو المكان الخارج عن سيطرتك في إدارتك للبيت. شلون جمهور الهيئة نفس الشيء. الغريب بهذا المكان لو مهما نظفت وترجع تخلي الزولية ترجع ورا 42 ساعة راح تلقى حبايتين عدس وعلش ملزوق وأبرز خياطة ودقمة مال لباس ما تدري جابه هنا. شايف هذا اللباس والدقمة؟ فأنا راح أخذكم الجو الزولية مال العراق. راح تلقون عوالم متعايشين وياها بس أنتم ما تدرون. راح اخذكم فره لكل حلقه طبعا راح نتعرف على عالم جديد. تعالوا ويانا لاول عالم، العنابر. وشق واحد من النجف اطراف النجف كان ما يكون الزباله مال النجف تفصل كبيرها وصغيرها. هذا الكلام عم بالنسبه لعباس زلايو كرر ابو حمراء ولا اي واحد عال على بحيه يقول ابو حيه ما يخص. لا عم بحيه النجف كله، النجف كله ويا بحيه واحد واحد حبيبي واحد وش؟ هو نجف واحد، هو بعد واحد نجف ابو حي واحد نجف تمام ايضا واحد ابن واحد ابن واحد وان ونعاله يتحسب اطراف النجف. الكلب اذا يجي عليها او اجرب اذا وصل اطراف النجف فهو يخص ابن يخص، واللي يقول على ابو حي ما يخص فهو ما يخص ابن ما يخص. ما في لغه جديده علي، ما يخص ابن ما يخص مفشوره ما تدرج الموضوع. اخواني المصدومين هذول ما قاعدين اقسام داخليه بالجامعه التكنولوجيه، لا ابو حيه وعباس زلايط وكرار ابو حمراء وسعد ريشه هذول بسجن التاجي. والله هذا الفيديو بسجن التاجي وعدهم اكاونت على تيك توك وقاعد وعدهم عركه وتصفيه حسابات وواحد يطق على الثاني. وراح تسال شنو يعني واحد يطق على الثاني؟ يعني يدقره. يعني شنو يدقره؟ يعني خيسة. شنو يعني خيسة؟ يعني يفتح ساحة. شنو يعني يفتح ساحة؟ يعني يشهر سيفه هو يدعوه للنزال. شو الدسات مال رابرية ايش نفس الشيء. اي فلا تسوي نفسك متفاجئ. شلون دخلوا تليفون للسجين؟ حبيبي الموضوع عبر مرحلة التليفون، عندهم عركة يريدون فضها هسه، بعدين نتفاهم على التليفون ابوي. ودير بالك تقول له احضن نفسك ترى يضربك قراصة. شنو يعني قراصة؟ يعني يحط له موسيا هنا يعني، وإذا أريد يعلم عليك صدق يجي ويضربك، وإذا أريد صدق يعلم عليك يستخدم ياك 111. شنو 111؟ يعني مثل السكاكين مال وولفرين هذن اللي هنا تصير هنا فيضربك يجي. فخلي نشوف ايش صار بديربي العنابر. سعد زلايط ويا اسم هذا، لا شوف بغداد اسم هذا المقطع. كل خوش ولد من بغداد خلي يسمع. هاي العالم جاي تنضرب وهذا ينفعل بيه أحمد خضير جاي يدز علي وأقول له اطلع خلنا ضاربان وياك. هاي خامس مرة دز عليه ما يطلع وجاي يشبت في العالم وهو خاطر ضام راسه. هلا هو رجال أخو خيته خلي يطلع ويانا. هاي يطلع وياي هاي يطلع الضارب. هاي العالم مالها ذنب. الخوش ولد يقتل بالقاعة يقتل ويطلع العالم الفقرة يضربون بالمواجهة. خلي يطلع على زيت لخبر وصل له هو برا ويقدر يطلع له ما جاي يطلع طالبين مضارب وما جاي يطلع الولد. والله بيه مسلسل شكشك والله. هنا السيد عقيل الدبي ويا زمان ابو صيبع
ديسوون انفايت للسيد احمد خضير حتى يضربه قراصة. بس المشكلة احمد خضير محصور بالقاعة ودي يتحجج بالمواجهة. انا شاف جود احكي الموضوع. والرجال انسست يقول لها خامس مرة ادز عليك خلنا نضاء وما يجي ما يجي. شلون الناس ما عندهم شرف خصومة والله. وتجيني جيهان فرهانة اني المرأة الحديدية صارة بالقراصات سعد ريشة ابو صيبع وعباس زلايط. بعدين وراها الحمد لله والشكر يعني بدت الامور تتوضح اكثر. بالنسبه للموضوع الاخير مال مقطع الفيديو مال محمد ابو حيه، عم محمد ابو حيه وغير محمد كلهم يخصونه ربعنا واخوتنا، والولد اللي قالوا ما يخصونه ترى الطقه ما تموت بس الحكايه تموت. اليوم انت ذا محصور بقاعه هذا زيت لهم خبر ابو حميد زيت لا محصورين ولا من يوم انا عبرني ما نقدر اقتلهم بنا هذول لا ابو حمراء ولا عباس زلايط ولا كلهم دار تعبر لهم انا ما اتصور هسه ولا اردت ادزلكم مقطع ولا ما يخصونه واي واحد يخصهم هو ما يخصهم. والله انت تخص انت تخص ابن تخص ابن تخص واي واحد ما يعجبه ما يخص ابن ما يخص ابن شنو يعني ايش دا اقول انا. هنا الحمد لله صارت تهدئه وفضل لله عز وجل. ما نعرف تفاصيل الصلح شلون تم بس اكيد تم التراضي بعد نفاذ كميه الكريستال بالسجن الحمد لله شكرا. او اعتقد لانه العركه تخص سجن النجف زميلهم زيد الطلقاني سوى لهم ملتقى العنابر الاصلاحي. على العموم نشكر ابو حيه وعباس زلايط وعقيل الدبي واحمد خضير بسبب اتجاههم للحلول السلميه العقلانيه حفاظا على السلم المو مجتمعي. نركز شباب نركز. كل هذا الصراع تم داخل المؤسسه الاصلاحيه والحمد لله تم الصلح. وما تخلص اذا مو عركه ودومنا وصلح وقراصه وشي فضل المؤبدين يا اخوي. وهاي كانت جو الزولية بهذا الأسبوع. انتظرونا كل أسبوع إن شاء الله نطبقكم جو الزولية ونشوف شكو. والله جاتكم مصايب خليكم ويانا. أهلا بكم مرة أخرى. عطفا على موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية اللي نوقش بالبرلمان، نقرأ قراءة ثانية بالبرلمان الأسبوع هذا المضى. أكو شغلة بس أريد أقولها على هذا الموضوع. طبعا النقاش ماكو أي شيء بيه قانوني، كيف الناس تأخذ وتنطي، وصفقة لإدارة محسن المندلاوي للبرلمان. الله العظيم. المهم يعني أكو قضية مهمة جدا. رائد المالكي يدعي انه هذا القانون او هذا التعديل جاء بتوصيه من المرجعيه. اتحدى ان يجيب اي شيء يثبت انه المرجعيه تريد تعدل القانون الحالي وشكرا. هاي شغله كلش مهمه. اكو قصه بدت قبل 4 أشهر وليها هسه بعدها مستمره. هاي القصه بطلها الاطار التنسيقي الحاكم الان اللي يحكم هسه. كلنا نعرف من طلعت نتائج الانتخابات الأخيرة أول من اعترض عليها هو الإطار التنسيقي وقال هاي انتخابات مزورة لأنه التيار الصدري حصل بيها 73 مقعد مجلس النواب وراها طلعوا بظاهرات وسووا اعتصامات وقصفوا مقرات وصواريخ على أربيل وصار عندهم انذار جيم والجو السياسي العراقي صار متأزم ومتكهرب وكانت راح تصير حرب أهلية إلا شوية والحقونا ويلا إلى أن السيد أمر النواب التابعين للتيار الفائزين 73 مقعد بالانسحاب والقعدة بالبيت والاستقالة واستقالوا من البرلمان. وبالفعل الناس سمعا وطاعة استقالوا من البرلمان وراها علقت من جديد وصارت مظاهرات الخضراء ودخل التيار الصدري المنطقة الخضراء وتحولت إلى شبه مواجهة عسكرية استمرت يوم كامل وطلع السيد قال المتظاهرين انسحبوا وخصت الاشتباكات وتم اختيار محمد الشيعة السوداني رئيس الوزراء من قبل تحالف إدارة الدولة اللي يشمل الإطار التنسيقي والتحالف الكردستاني يعني الديمقراطي وبافل جماعة بافل وتقدم وعزم أغلب الأطراف المشاركة بالبرلمان. ومن ذاك اليوم وإحنا نعيش بمرحلة وردية. العراق أمن وأمان، رئيس وزراء ابن أوادم. عمدة تطلع أنت تشوف الأضوية الحلوة المبهرة. رفعنا شعار لن نورث الفقرة لأبنائنا. أنا ما بشوف عراقي قاعد ببيته إلا ما عم يشتغل. وسط القلب حبك وبر مالك شريك بهالعشق وشهد بالعراق هالعمار. الله يسلم وراك. دليل على أنه وجود مساحة كبيرة من الحرية ومن الأمن والدليل أنه اليوم أخوانا وأشقائنا النشامة موجودين في بغداد. في مراقبة مساحة مرزيني سيطان جمعك.
دولة حلوة وأمان وشغل. والله الناس فرحانة وبالشوارع فالزحامات ممتازة. إحنا أمام بناء لدولة، إحنا أمام فرص، أمام عمل. نثق بحكومة السيد السوداني ونعتبر حكومة السيد السوداني هي حكومة مقاومة. الشعب حسب الاطمئنان، حسب الراحة، ولذلك الإنسان الغريق حينما يحصل على خشبة إنقاذ يتمسك بها، وكانت خشبة الإنقاذ هاي الحكومة. يجوز يكون بس علي النبي طالب اتفقوا عليه كل الفرقاء ومحمد الشاع السوداني. سيد السوداني ابن المؤسسة التنفيذية، تدرج بالعمل الوظيفي. ابن عشائر، ابن العراق عموماً. ومن بخت الشعب العراقي ومن إرادة الله أنه تم الاتفاق على شخصية. السوداني هو أول شروقي يصير رئيس وزراء العراقي. لذلك إحنا جينا فكرنا أن يأتي رئيس وزراء قادر على تغيير انطباع الناس، وفعلاً أنا أعتقد اليوم أستطيع أن أقول انطباع الناس بدأ يتغير بالاتجاه الأحسن. تاحين ويا حكومة السيد السوداني بشر بخير، يعني نشوف جدية عمل، تابعة ميدانية، مصداقية في الوعود، والحياة حلوة، وعبد الأمير العبودي صار عميد، وإبراهيم الصميدعي مستشار، حيدر الحقنة صار أستاذ جامعي، وإبراهيم الدليمي مستشار الحلبوسي، والأكسدة أمورها تمام، ومواطن شريف رجع مصفى بيجي، وحسين نمونة يطلع بودكاستات، وطلع صديق صلاح البحر، والعزيز بطل من قناة أكرم وراح يشتغل بقناة أبو آلاء المتدينة، وسوى برنامج مع العزيز اسمه مع العزيز الصلف. ماكو هيش حقوق فكرية على تسوي له لقب تنصب عليه، روح يسوي بوقا ويسوي اسم برنامج، ماكو شو قاحة. بالمناسبة أبو آلاء عنده قناتين، قناة مال علمانيين اسمها آي نيوز، آي بها عادي تطلع سافرات وكذا، وقناة مال متدينين اسمها الموقف، يعني أبو درب لو حاطهم بنفس البناية عود يعني بيمارس الخداع والأبنية ولا اي. وحمزه مصطفى راح لامريكا وتعجب بالصبات الكونكريتيه وسيارات الاسعاف وكاس الرمول، ومحمد السالم سوى مسلسله والامور لوز. وباثناء ما كان الوضع لوز اللوز، السيد وين كان وش يسوي؟ دقيقة سيد بس خلي أتأكد المسواق مضبوط لو لا. دقيقة بل باقي له ما سلق. أوكي تمام. تفاح أحمر عاش فيدك تمام. أوكي جزر مقشر مشيز جاهز تقرمط والله ممتاز. لا لينجي عافية. ذرة مشيسة تسلقه قبل وتخلق ممتاز عاش تيدك. بس ملح شوية كان راد انه ناسي. بوتيتا تمام. نومي نومي انا ما موصيك على ليمون. ها بديش كيلو الليمون قلوا لي هذي المضغوطي سيد مو يلقط بيد السيد ابو بيت عمي. والله السيد من يضم المسواق مالته يفتح باب المجمدة جيش المهدي بس وخلي شوية من انا بلا زحمان ويحط الباقي له. هذا شاعر شعبي مجمد خلي التفاح بصفه اوكي وخلي جو جو. هاي شنو مؤيد لسدي هاي بعد هنا اطلع اطلع سوي لنا حامض اطلع اطلع يلا. سيد بس اسمح لي اشوف وضع الاطار والحكومه وارجع لك ثواني بس. وفي هذه الاثناء واثناء ما الحكومه ماشيه بطريقها وتعمر وازدهار وبناء وسياح وماكو معارضه الكل داعمين لخطوات الحكومه والدنيا ربيع، وصلت مرحلة أحمد مولا طلال يطلع بالبرنامج يتوسل بالعالم ببرنامجه. ماكو معارضة للسوداني، هسه احنا بإعداد البرنامج في كل الحلقات عمري دلنا معارض للسوداني، لو نكرر مصطفى سند بكل حلقة لو ماكو. لا توجد معارضة للسوداني، الكل راضي عنه. انطيني كتلة سياسية معارضة، انطيني حزب معارض، انطيني قوة جماهيرية معارضة. انت شفته من قال مصطفى سند قام يضحك مصطفى سند هو فعلا يعني. أنا هنا ما أسمح لك، أنا هنا راح أتدخل. شنو ماكو معارضة؟ من المعيب بخس حق الناس. مو عندنا أحمد الأبيض عنده قناة على اليوتيوب وعناوين فيديوهاتها الحرب ستقتلع رؤوس الميليشيات، الشعب في طريقه للانتفاضة، تمزق الإطار التنسيقي، اكتملت خطة اقتلاعكم، سوف تحترقون بلهيب الصيف. الحكاية الوحيدة الصدق هي ما احترقنا بالصيف والله صدق احترق. درجة الحرارة كانت 900 وشوية هذاك الصيف والله. ده الرجال قبل 7 أيام نزل فيديو
أكمل بي عنوانه أكمل بي الاستعداد للخطوة القادمة. شغل الفيديو. الاستعدادات على قدم وساق. شوف بابا ركز وياي بقى اللوجو. طلعت الأمريكا والعراق تحالف دولي. تحالف دولي جاء للعراق عنيف جدا. اجوا الشباب وهم يشاركون بهذول الطبقة الشابة وهم اجوي يا يمه طبوا الحجة يا يمه الخبرة جتي والحكمة وسوف يدمرون جميع المعارضة يا يمه طبوا خما طلعت العراق مبينة لو لا من بينه ضموها شباب يا جو الشباب على راسي عمو الحجي على يوم هذا منو هذا افنجرز جو منو هذا الرباط هذاك راح يدمر ال دم 1 2 3 4 5 قاعدين بميشيغان مكان يروحون للقهوه تجمعوا هنا الشباب قالوا نقعد نعارض ما عندنا شيء رباطك احمد الابيض عظيم بشرفي صفقه الرباط احمد الابيض والله العظيم عظيم الخطه اكتملت قاعد احمد الابيض يا ولي يا ابويا اللابتوب مالته متروس لزقات وبطنه يا يمه بس حبيت التحشيشه مال اي نيد سم سبيس وحاط صوره ناسا تحشيشه كوميديه امريكيه لابتوبك كله تلزيق استاذ احمد يعني مثل مؤتمراتك اي فالعراق كان ولا واحد معارض بي وحتى اجتماعات اداره الدوله كانت فت حلوة. إيش قص صار لإئتلاف إدارة الدولة؟ زين. من تأسس؟ من صار محمد الشياع السوداني رئيس؟ أكثر من سنة ونص. سنتين. صح ولا لا؟ أنا يجوز مداخلتين أو ثلاث. محضن نفسك. متداخل نهائيا أظل ساكت ليش؟ زين. أسمع كذب. إشعار. بعلق عليه زعل. يبكي إنهار. جيد. يعني أنت تتحدث على إنه ممكن أحد بأثناء اجتماع إئتلاف إدارة الدولة. نعم. يكذب وانت ما تتحمله اكبر كذابه اغلبهم يعني كذابه ثلاثه اربعه يكذبون لا احنا ضروري ندخل نساء اثنين ثلاثه خلي يكون المراه زي. حاضره في اداره الدوله فيقول قال لي لا 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 دخيلك مريض خلينا هيك واحدنا نسولف ونفشر قلت له اوف قلت له هل الدوله تدار بخلينا واحدنا نسولف ونفشر اي والله كان شيل الشباب كذب وفشار ناقصهم بس كفران ودواشق على القاع وهدومه معلقه وتصير غرف اداره الدوله كانت قاعده زلايط وسعد ريشه. قاده العراق مخلصيها كلها كذب وفشار تخيل وياي الفشار ويانا الزفره بنص اجتماع اداره الدوله. تخيل نفتتح هاي الجلسه ويا اشكالات الزفره شلونكم؟ شوفوا زهره خبطت منك تريد تنفيذي ليش ما تجي كتله تدورون احزاب وكتله شوف هذا نور ايش قد وذكر نور المالكي صح كانت تصير بيناتهم كلام بذيء لا يسمح لبرنامج محافظ مثل بشير شو هنا بتناوله او حتى تخيله لان احنا كلش خوش ولد وحبابين بس نوري مش شاف الوضعيه هيك ماشيه والامور زينه وكلها مرتاحه وتاكل وتوسوس قرر يعوف الافشار ويبدا يطبق عملي اجى هو وقصته وحطها بالنص وقال سلام عليكم انا اتحدث عن موقفي زين او موقف دوله القانون نريد انتخابات مبكره في اقصاها نهايه السنه نهايه السنه نهايه 24 اي باعتبار انها فقره في برنامج الحكومه ملزمين بتنفيذه اكيد اريد دوائر متعدده ولكن مو كالطريقه التي تمت واريد قانون يمنع التنفيذي في اي موقع تنفيذي ان كان واريد السيد يصالحني واريد ارجع رئيس وزراء واريد اصير رئيس ويحترمون يا ريت ما لعبوني ليش ياسر عنده وزاره نفط وانا لا جاهل والله زعطوط شاف السوداني شيء احتمال يرجع قام يقمر ما اريد ارجع رئيس وزراء انا المشهداني هادي اريد انتخابات مبكره ما عليه عمار انت ما عليك تصل تكرهني قيقو انت تشبطك المخابرات ولي من انا ما فبدينا هنا نسال نوري ليش بدأ يطق على السوداني؟ أنا سويت 30 مجسر في بغداد زين مو مجسر واحد و13 بالبصرة حتى هذا جسر محمد باقر الصدر على شط العرب مو قضية أنا أبني لي جسر أو أبني لي مستشفى أو أبني لي كذا صرت أستحق أن أكون رئيس وزراء يعني إلى الآن المستشفيات اللي أنا سويتها إلى الآن ما قسم منها ما فتح أنا أعرف شنو مشكلتك أنا أنت معوز اهتمام تعال 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 أنت مجرب تحضن نفسك قبل؟ لو نفسك تلعب نفسها من نفسك احضن نفسك ونهار انهار بلكت الله هيك بلكت الله من عنده يعني هم يشوفنا شويه عيني بعينك ربي
ربي ربي انت تدري يعني ابو اسراء يعني سبح بعت معارضه صرت سفارات فجرت قندره انضربت محافظات حرقت صخره وكبرت محافظات سلمت طائفيه وحرقت بسوريا قاتلت موازنات ولغفت حتى سكاي دايف شيتت بكافي ابو الولايه انت من لك هاي الطاقه والواهج لكان الموسم كان 26 حلقه سويتها نصين ما بيحل انت شنو الخاطر الله خمس حكومات كافي بلع الموازنات بعدين شو هالاختلافيه انت مو طلعت على نفس القناه وقلت هاي الحكومه راح تكمل والله لا ارى انها ضروره لانه لم يبقى على الانتخابات الطبيعيه الا سنه وتسعة اشهر يعني انت مع استمرار الدوره حتى مع استمرارها ولكن لو توقف عليها جانب من عمليه استقرار الدوله والحكومه اقول لا مانع انا اقول خلينا نكمل هذه الدوره ونستقبل الدوره الجديده بعد ولا سنه وتسعة اشهر وحتى لو كانت بها معقلات خل ندفعها نمشيها ندفعها لازم ندفعها لانه الانتخابات المبكره هي هذه انتخابات مبكره هاي الحكومه هي نتيجه انتخابات مبكره بعدين الانتخابات المبكره يعني مو مشتهايه انت جاوبت نفسك انت حبي انت دا تقول الانتخابات المبكره مو مشتهايه على ايش اشتهيت انت تشتهي واحنا نبتلي احنا شلون يهرموناته هذا شلون حبي انت تجيك الدوره النيابيه التشبيك المهم ورا ما اشتهى ابو اسراء الانتخابات المبكره قمنا نقعد مبكرا والعمليه السياسيه والاستقرار السياسي والامني والازدهار والسياح والمدونين الطشره والطشر العراق امل وامان رئيس وزراء ابن اوادم حمده تطلع انت تشوف الاضويه الحلوه المبهره وشهد بالعراق هالعمار دوله حلوه وامان وشغول يظهر متهم الرئيس بقضية فساد مالي ضخمة أمام وسائل الإعلام التلاعب سادتي والتغيير الذي طال الجداول يقدر ب 15 تريليون دينار عراقي تعرض المتهم الأول بأكبر سرقة عرفها العراق نور زهير لحادث سير خطير في العاصمة اللبنانية بيروت محمد جوحي اعترف بجميع التهم الموجهة إليه بعد أن تم الاطلاع على محتويات رسائله المتبادلة مع شخصيات مهمة في الدولة تصريحات نارية وخطيرة لرئيس هيئة النزاهات الاتحادية مجموعة قنابل فجرها القاضي حيدر حنون دعاء العام يطالب بالتحقيق بشأن تسجيلات منسوبة لرئيس هيئة النزاهة فساد جديدة تنضم إلى لائحة الفساد وهي خط سكك الحديد الذي يربط شمال البلاد بجنوبه المهربشية يقدمون على مزاد العملة لشراء ذهب شنو القصد بالمهربشية؟ هي أرادت تسيء الشخص تتعرف المن تقصد ما قدرت أخويا يجيك زلايط وريشة وابو صيبع وابو حية وينقلب ذاك البلد اللي خبل إلى للأسف شلون كانت في الوضعية الفرنسية عندنا مجسرات عندنا ازدحامات ماكو و سووه بعد مجسرات بس مجسرات وتعيينات وقيعان ومسدسات ومتروات وشركة المهندس صدق أبو علي شنقة وين هو بس لا خبزه والجهد الهندسي وين المليون نخلة وين المهم ومجسرات كان أكو فد استقرار بنوري اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي بعض أعضاء مجلس النواب بالتلاعب في جداول الموازنة اللجنة المالية النيابية أعلنت عن تحقيقاتها في تلاعب محتمل بجداول الموازنة وبحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء فإنه عند تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان ظهر وجود اختلافات جوهرية وأضاف الكتاب أن تدقيق الجداول المرسلة بصيغة إلكترونية ضمن القرص المدمج المرفق بكتاب البرلمان تبين وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء فضلا عن اختلافها عن النسخة المرسلة ورقيا المرفقة مع الكتاب نفسه هذا الموضوع أكو أربعة ما لهم علاقة بي محسن المندلاوي مصطفى سند عدي عواد وحسين نمونة
هذول الأربعة بالتحديد ما لهم علاقة بهذا الموضوع. الخمس تريليونات الإيرادات مال المشتقات النفطية ما كل شالة داية هم ما لهم علاقة بهم. عمي مو بس أنا أقول ألينا تشهد مو يس ألينا لو يس شوف بقى قالت يس. نرجع خاف نسيته محسن سند العوادي نمونه ذولا ما لهم علاقة. ها وأبو فدى هم ما له علاقة بموضوع ترى لا من قريب ولا من قريب هم ما له علاقة. ملتي الرجال ده يخصه ببرحي بالمليونين دونا مالته بادية السماوة. بس معقولة سند اللي ما له علاقة بالسالفة مال هذه باللجنة المالية سكت عن هذا الموضوع؟ هو وين ما اكو بوقت تلقاه بنصها يعني يفضحها وكذا وهذا الشيء. ما لا 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 ماكو. بس انا شنو اللي احترم خصوصية محرم من بلشنا باجواء محرم انا يعني العشرة ايام ابدا ما نشرت موضوع سياسي وبدأ حتى 13 محرم ما نشرت موضوع سياسي. بعدين دخلنا موضوع غزة وفلسطين و الحوادث اللي صارت مؤسفه مؤخرا فانا بعيد عن يعني حتى من انتقد الحكومه هم الناس قال يعني بس وقت محرم بس وقت حكومه اي خطيه والله اي والله خطيه متدين الرجال والله. بس من طلع نور زهير قالك واحد يهرج هو قمص من يمه عاف الزياره عاف المشي ورجعوا سبحان. تدرون اجواء محرم وحزن ومكافحه الفساد محرم ما ترهم خصوصا بمبلغ تافه 15 تريليون دينار 12 مليار دولار يعني خمسه نور زهير بس خويا سند الحسين سلام الله عليه مستشهد بمحرم هو طالع ضد الفساد. فإذا تريد تقتدي بالإمام الحسين وتمشي على نهجه فالمفروض هو هذا الشهر أكثر شهر تحارب وتقاتل به ضد الفساد الفاسدين. مو هي هاي الفرارات اللي نحكي بها إحنا كلنا يعني. كل ما تنحصرون تقتلون ورا صورة الإمام. وفي هذه الأثناء السيد وين وش كان يسوي؟ قبل الله سيد اريد من هاي الشوربه اخوان دبروا لي طاسه اريد من شوربه السيد ماسخه مالحه بها عنبه حتى لو عدس على حاله انقله في خطايه وانقر فدوه العدساتك سيد والله عمي عاشت دينك يا ابو عدسات السمر شورباته لو عدساته لو صدق الله النوبه بايده لازم صنده يخسر الطرمه يعني هو حلو الكونسبت طرمه وصنده يعني احنا نريد الصنده بايدك سيد بس مو هاي الطرمه سيد أعوفك مع محبينك سيدنا وأرجع للغوص في جدر السياسة وأشوف وين وصلنا. وهنا ورا ما بدت أمور الموازنة تتكشف طلع عنا المندلاوي بتعديل قانون الأحوال الشخصية ونعرف إيش صار والهوسة وراها وبعدها لليوم هاي الهوسة من وراء هذا القانون. وبهاي الأثناء وفجأة بدون سابق إنذار نزل أكثر لقاء قلب العراق بالفترة الفاتت. يعني نور المظفر من البصرة مواليد 1980 متزوج عندي 4 أولاد دراسة الإعدادية من البصرة جامعة البصرة كلية الزراعة مشيت بالعمل التجاري مع والدي وعلمني مع الشركات الأجنبية مع اللغة الروسية والعربية واحد لغة الأرقام هواياتي السفر تجميع العملات وجمع الأمانات الضريبية والاستجمام على 730 دونم على شط العرب حيا الله أبو فطوم ليش خويا صارت عليك هيك وانت ابو الوجه النوراني البشوش ايش صار وياك يعني مع الاسف اللي صارت هاي الهجمه او ما اعرف ليش صارت وهم على شنو غطوا حتى يطلعون هذا الموضوع مالتي شو تقصد منو غطوا يعني اكيد اكو قضيه غطوها بهذا الموضوع كبيره وهو يا حال من اللي واقع حال من اللي هسه احنا بهاي ما دام ثاروها هسه من جديد اذا اكو فشي يردون يغطونه ما اعرف ليش صارت علي هذا مليارين ليش تكبت بهذا شي يغطون بعد خوي ترى ابو فطوم انت الفاينل بوس باللعبه خلاص هذا يعني شي يريد يغطون بعد فوق المليارين ونص خوي الغطاء النقدي انت كشفته شي يغطون بعد شي هم كل شي سووا حتى يغطون عليك احنا وين وصل وين وصل فالوضع كان زين نور طلع
وراها لغوه ال 15 والموازنات 15 تريليون، طلعت سالفه تعديل احوال الشخصيه، وطلع نور زهير وقال لكم نواب مهرجي بتزوني، طلع مصطفى سند خبص الدنيا، هو اصلا نور زهير ما ذكر اسمه بس ولد تستر ما اعرف ليش وسوى هوسه وكذا، وطلعت ان طلابه جديده، ها كل ذني بظرف شهر زمان. وراها بلشت طلابه جديده. على الحلفاء قبل الفرقاء يتجسسون، شبكه تنصت داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي تكشف وتنذر بصدع بالنظام السياسي. جان تنصت على الجميع. تنصت وشبكة تنصت. تجسس؟ ممكن تنصت؟ والتنصت. تصنت. تنصت وتجسس. تنصت؟ تنصت؟ ممكن تخابر؟ يتجسس. تجسس. تجسس. تخابر؟ ممكن تخابر؟ تجسس. يتجسس. تجسس. ممكن. ممكن تجسس شبكة تجسس. تجسس. ممكن. ممكن. تجسس. تنصت و. تخابر شبكة تجسس وشبكة تنصت ممكن تك ممكن تجسس والتنصت تصنت تجسس تنصت وتجسس تحك أيضا أي نو يا تنصت وتجسس تجسس لو تزجج تزجج تزلج تزلج تنصت و تخابر 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 كافي اللي افتهمناه ما حد مفتهم كل شيء شكو هو أصلا شو الفرق بين التنصت والتجسس والتخابر أنا أعرف التخابر التخابر هو تدوس الرقم تدوس الخضرة خابر الو المخابرات يخابرون هذا التخابر لا اعرف عنه جهاز المخابرات دول الذين يخابرون يعني يدقون تليفون الو اوكي صحيح لنا بلخ صحيح لنا خبير ممكن يفهمنا الفرق طبعا غفلة معنا العنصر المخابراتي السابق والدبل ايجنت المخضرم ثائر 00964 اقول لك ها مو كانت اخبار لا حجي هذا مفتاح العراق وانا رجال وطني ممتاز يلا اشرح لنا حبيبي الفرق بين التنصت والتجسس والتخابر والتفحص التنصت حجي احمد اول من مارسه هو حسام الرسام باغنيه مو واقف ورا الباب وباذني سمعت كل شيء اما التجسس فهو مشتق من عبارة يجس النبض يعني يشيك الوضع الأمور تمام لو يروح زايد أما التخابر يختلف عن السابقات بوجود عنصر آخر في القصة مو وحدك يعني السوالف اللي لميتها من كنت واقف ورا الباب إذا سوالفتها صاحبك هنا صارت عملية تخابر حرام إذا افتهمت الفرق شكرا حبيبي 00964 شكرا اللي افتهمناه واحد واقف ورا الباب بمكتب رئيس الوزراء ومهدد النظام السياسي كله 15 تريليون ما هدد النظام السياسي 5 تريليون ما هدد النظام السياسي هذا محمد جوحي هدد العراق نظام سياسي كامل يهدده واحد وجوحي هسه لو يزن واحد يتناقش بالموضوع بعدين حقه يتنصت على باقي السياسيين التنصت على السودان صراحة ممل يعني بس يضحك الرجال وعندي هنا تسريب من أحد محادثات على الواتساب من محادثات الرئيس أبو مصطفى وايضا وصلنا تسريب صوتي ممكن السوداني دي يتخابر ويا ما ادري منو ما ادري دي يخابر كات نكات ما ادري دي يخابر كاظم مدلل ما اعرف صراحه ما ادري دي يسمع لقاء هايل دي تحضر روحها يمكن بشوش ابو مصطفى الله يسلمه بشوش هسه طبعا كلكم قاعد تسالون منو محمد جوحي وصدق صدق صدق هو شو مسوي عن الشقه شو مسوي هذا الشخص صديق للسيد السوداني جدا مو صار السيد السوداني رئيس وزراء جابه وخلاه بهاي المناصب اللي يتكلم عليها السيد مصطفى سند محمد جوحي يمثل هذه الحكومه السيد السوداني عين محمد جوحي كمدير عام لكن حصلت هناك اعتراضات من بعض القوى السياسيه من بعض القاده في مكتب رئيس الوزراء صارت هناك اعتراضات فكلف بمنصب معاون مدير عام في مكتب رئيس الوزراء تمام اوكي تمام صديق السوداني ذراع الايمن فرده جوارب اليسرى متفقين تمام بس مو باشر ترجعون تقولون ها والله هذا من جماعه الكاظمي دا احس اكو بوادر تحول الوضع الوردي الى وردي وسخ بلشت سالفه هذا من جماعه السوداني هو جايب احنا ما لنا علاقه والله
هسه راح الطب سالفة حاسبة فريك وبرنامج الدودة ولندا وعصا الذاكرة. أنا أعرف هذا السيناريو، حافظي على الغيب. واحد الرئاسات الثلاثة ومؤامرة ودير مالكم. بس خلنا نفتهم هسه شلون تجسسوا وعلى منو؟ كل المسؤولين العراقيين وكل من يستشعر خطر منه فهو مراقب بواسطة درونات خاصة. تتجسس على شخصيات مهمة مثل الشيخ الأمين، هذه عملية كبيرة من وراها. شوف هي هاي معقولة بس محمد جوحي وراها؟ لا لا، هي كل الأمور يجي وراها أنه إحنا اليوم مستباحين السيادة، صارت عندهم صافنة العصاب بعد قضية محمد جوحي. سفتهمنا تتنصتون على قيس وهادي ونوري، لأن خصوصا نوري لأن تسريب صغير شكل ميليشيات واستورد صواريخ عبر القارات ونزل مظاهرة بها 20,000 فضائي وجاب دعم من دولة جارة وقال على الحشد أمة الجبناء، بس راح يتساءل سائل، ليش الواحد يتنصت على قيس وهادي وباقي شلة الميليشيات المسلحة؟ خويا أنت إذا تريد تعرف إيش دي يصير وش يصير بيناتهم دولة فلازم تروح تسمع من المصدر. هسا أنا أفهم شغلة أنه يصير التجسس على السياسيين وعلى الشخصيات السياسية، على الشخصيات الأمنية، القيادات القيادات المقاومة. لا، حتى السفير الإيراني. النوب السفير الإيراني؟ نعم. يعني مفضوحين حتى قدام العالم. كل. ليش يتجسسون على السفير الإيراني؟ هي هنا الحلقة المفقودة. ليش يتجسسون على السفير الإيراني؟ هذا السؤال من باب الاستفهام لو من باب السخرية؟ احتمال هو أكثر واحد يعرف بالوضع العراقي وهو رايح مثلاً؟ فاختصارا للوقت، وها شباب ايش قال لكم السفير؟ والله يسلم عليكم الميرزة ويقول يابا هذا عينه وزير. خو اسمع من المصدر وفضها. بس ما تتنصتون على الجوارين عيب، لا تسوينا مشاكل ويا الجوارين. احنا نتنصت عليهم؟ لا، هم يتنصتون عليهم. وعلش يتنصتون؟ هم يقررون وينصبون ويصوتون ويشيلون ويحطون ويقصفون ويقطون ساهون. شخباركم شو الصحة؟ احضن نفسك حبيبي. فيش شباب، خلوا المشاكل داخلية بيناتنا حتى إذا وصلت للمحاكم نكفل نفسنا ونطلع. وبهاي الأثناء اللي السيد وين وش كان يسوي؟ وين اكو ورده يشتري ورده سيد؟ هذا المشتل سجل اعلى انبعاثات للاكسجين بالتاريخ، بحيث الورد هيك يوقف مكانه. طب من يم السيقه اوف شنو هالعطر هاي منو؟ طب الورده قامت تقول ممكن نتغذى عليك سيد ونعوف الضوء. بس ما اشترى السيد، يجوز قال له اخذ فر على بقيه المشاتل وارجع لك. ما خو ما غثك الثيل سيد، وندزل ولدي زينو صفر والله. بس اكو شيء مر بالفيديو وانتم كلكم ما انتبهتوا عليه، وكان هذا اختبار لكم كمشاهدين، دا اشوفكم مركزين ويا السيد لو السيد سطركم. عيد الفيديو. السيد وقف وركز كلش هوايه بالبطه. لا يوه وايه ركز يا سيد. ما ادري يمكن قال بينه وبين نفسه هاي انا مجمدها لو هي جماد اصلا. ما وايه شو بالله طيعي؟ ها لا لا مو انا، ما لي علاقه بالموضوع، بس والله يبدو اكو رسائل مبطبطه بالموضوع، يمكن السيد راح يسوي مشاكل. نرجع للسياق مال الاحداث. هسه غير نفتهم جوحي ايش كان يسوي؟ والله العظيم يقعدون النواب يصورهم هيك وما ما يدرون يصورهم. هذا حكي ما حكي محمد جوحي. محمد جوحي يصورهم. الموضوع يدور في استخدام هواتف مزوره لربما انشاء حسابات وهميه. اللي هو تليفون كورك، ما اعرف اذا تقدر الكاميرا تجيبها. موجوده يا هذا المسج نهايه كورك نهايه رقم 96 مرسل الى اغلب الشخصيات باسم
مسمي نفسه دكتور سعد البزاز، طبعا هو اي واحد يقدر يجي يسمي هذا الاسم، يسوي ارقام ويتصل بثروه ويتصل بعالي صيف ويصل فيها للصبح على اساس هو سعد البزاز. كل الموجودين بالعمل السياسي لديهم صفحات وبيجات وهكريه وغيرها وكثير من هاي الامور، وتليفون مسجل باسم رقم معين يدس رسائل الى نواب والى شخصيات، اثناء هذه الرسائل صاير عمليات تجاوز بالكلام. من صاير تجاوز صار ترقب لهذا الجهاز وممسوك، هذه أولها وهذه آخرها. يعني مو تنصت، يعني مو عملية اختراق. لا يا معود، أنا ضمن المخترقين المفترض أو ضمن المتصنطين أو ضمن الشبكة، أنا اسمي موجود، هسا أنا قدامك. هسا أنا قدامك، كل الحكي هذا كذب. شوف هسا صار ويانا لي هسا؟ أبو راس قاعد الصبح يشتهي انتخابات مبكرة. جرت سالفه تزوير الموازنه، تعديل قانون الانتخابات، تعديل قانون الاحوال الشخصيه عفوا، طلع لقاء نور زهير وطشت سالفه الحسابات الوهميه اللي شفتوها، وكل هذا ما وقفت السالفه ما بين الاطار والسودان اللي هنا. لا، استمرت المشاكل ووصلنا الى تقريبا يوم محاكمه نور زهير، بس قبلها بثلاث ايام وهو بطريقه للمحكمه فقس عند البريك. تعرض المتهم الاول باكبر سرقه عرفها العراق نور زهير لحادث سير خطير في العاصمة اللبنانية، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المتهم في سرقة القرن نور زهير المظفر تعرض إلى حادث سير في بيروت كاد أن يودي بحياته، وأضاف أنه على إثر الحادث نقل إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية، وكان من المقرر أن يمثل نور زهير أمام المحكمة في 27 من آب الجاري في قضية سرقة الأمانات الضريبية. نور زهير سوى حادث، مدري الحادث سوى نور زهير، مدري نور فاتد شو. ونتمنى له الصحة ووزارة النفط والفحص الإشعاعي و730 دونم والسلامة إن شاء الله. شوف لك مستشفى يعني فتشيك مختصة بالتجميل، خلي تداوي أثر الجرح والحادث وتعيد ترتيب الأوراق من جديد، بحيث أي واحد يشوفه بعد ما يتعرف عليه تدري ريكومنديشن. والله حيدر البرزنتي كل شيء وصي بنادر صعب، شغله صعب ونادر، حتى رئيس الجمهورية يقول له فتح مستشفى تجميل ببغداد. أي والله أي. وما راح نور زهير للمحكمة يوم 27 المحاكمة اللي كانت، وكانت مفاجأة صادمة كلش انصدمنا احنا. وبعدها ضاج كلش حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة التابع للسوداني، لأنه هو اللي كان متبني قضية تحقيق بموضوع سرقة القرن. عاد ايش صار وراها؟ وما أعيدها ولا أقعد أشرح هسه لو تسعى نور زهير تطون. والله العظيم تريد حبيبي، تريد انت تحكي القصة مثل ما انزلت، صير بطل وسوي برنامجك وآية وصير صوت الفقراء والمظلومين وخذ الفقراء وياك وعوفني. يلا يلا خلينا نعيش همي، روح يا مضروب. المهم انه رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى التقوا رسميا وتباحثا في الإجراءات الخاصة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتكامل العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد. السيد وين كان؟ السيد جوان وين كان؟ بس مرخصة. جاي تجدد جوازك سيد؟ راح تعوفنا سيد؟ راح تعوفنا ويقيق ونوري وهادي ومثنى سيد؟ إذا عمر الله يتقبل، إذا هجرة لا، 5 ملايين واحد نجي وياك والله، وين ما تروح؟ يا دولة تعطي 5 ملايين فيزا ما أعرف، وين ما تروح تلقانا وراك بالزوارق. إي وراها استمرت العلقة بين الإطار والسوداني، وهالمرة صار الحكي ثقيل، تتذكرون شنو كانت الحكومة؟ وردي وردي وردي. هسه صارت بمجرد انه اجت هاي الحكومه اعلنت نفسها هي حكومه خدمه. نعم. كل اللي موجودين بها اليوم متفضلين على الشعب العراقي انهم يسوون جسر، متفضلين على الشعب العراقي يصير تبليط. انا جاي اتحدث عن رئيس وزراء له دور
خدمي بالسنة الأولى، ولكن بالسنة الثانية الآن لا، أصبح لديه هم الولاية الثانية، وبالتالي هذا الهم يدخله في مشاكل. طموحنا أكبر من الذي يقدمه السيد السوداني. تجي على السودان اللي احتله الدولة، منين أبدي لك؟ جهاز المخابرات بيد السودان، الملافذ بيد السودان. الإطار اجتمع تقريبا مرتين، لربما اليوم عنده اجتماع. أي. ليش ما حضر السودان؟ ما كان مدعو، ما كان في بيت السيد العامري، ما كان مدعو. وطبعا أنا حسب ما نقل أنه هو حاول أنه يتواصل، لكن الإطار واضح أنه هو ذاهب إلى متكل بشكل كامل على إجراءات القضاء، فليطمئن أنه ماكو ولاية ثانية لا يقلق عليها ويتعبها. لاحظت شلون افترت من ابن الداخل الشروقي متدرج بالمناصب وابن شهيد ونزيه تكنوقراط ما مزدوج الجنسية، الخير جاي، حكومة الخدمات، ازدحامات ماكو، والله قعدنا الصبح ماكو ازدحامات، وكلنا داعمين إلى خلي اطمئن ماكو ولاية ثانية. وشنو يعني وإذا سوى جسر قابل من فلوسه يعني شنو؟ ها احتل الدولة، احتل الدولة، يتنصت علينا، علينا مو قد الطموحات، مدعوم أمريكيا، خاف لا يفوز ويجيب مقاعد، ونفرض فاز، يعني نفرض فاز، وإذا صدق فاز غير عملية ديمقراطية وطبيعي بها التنافس على الفوز والخسارة، لو ديمقراطيتكم شلونها؟ هذه متروكة للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات متروكة للتوافقات والتفاهمات، لأنه حتى الذي يحصل على أصوات 30 و40 و50 مقعد و60 ليس بالضرورة أن يكون هو رئيس الوزراء. والمثل يضرب لهذا بحادثتين، الأولى فوز دكتور جعفري حينما تنافس هو وعادل عبد المهدي ولكن ما استطاع أن يكون رئيس وزراء. صحيح. والمالكي حينما كان عنده 103 مقعد وما صار رئيس. أيضا ما صار رئيس وزراء. أيه. لأنه وفاق سياسي ما موجود. أي مو أنت عندك رئيس وزراء راح يجيب أصوات انتخابية جاية؟ قد يجيب 90 صوت أم جابها عياد علاوي، 89 جابها المالكي، وبعدين ما ممكن إلا بالاتفاق. طبعا نفس القصة صارت ويا العبادي، بس هم تعلموا من العبادي وبعد ما يخلون أحد يوصل للانتخابات. أصلا صارت القصة إذا تريد تنوي تصير رئيس وزراء يفضل أن يكون عندك مقعد مقعدين بالزايد بالبرلمان، والأفضل ما يكون عندك كتلة سياسية أساسا. شلون عادل عبد المهدي، شلون الكاظمي، شلون السوداني هو نفسه، وشلون أسد حضر محسون، يعني فدي يتحولون شوية شوية، هم هذول دي يتحولون إلى شيء اسمه مكون إطاري هيك وحدهم بشروطه ونظامه الداخلي وشخصياته الثابته. تريد تلعب تطب مصلخ وتطلع مصلخ، ما تريد عادي ابلع امريكي، ابلع سفاره، ابلع مو قد الطموح، ابلع ماكو ديمقراطيه، اقول لك شغله ابلع ماكو ولايه ثانيه، يا مسوانا جسور اخويا ابلع. خليكم وياي. اهلا بكم في فقان هذا الاسبوع. بدايه هذا الشهر وزير النقل عبد الرزاق محيبس السعداوي التابع لمنظمه بدر قرر عزل مدير عام الخطوط الجويه العراقيه الكابتن طيار مناف عبد المنعم بسبب حدوث تاخير برحلات الخطوط الجويه العراقيه يوم 31 اب الماضي، يعني شهر 8 اب، يعني هو 8 نفسه، بس يعني بنصير مثقفين نقول اب وبعدين من هاي نقول 8. قرار العزل اثار استغراب عدد من النواب اللي اعتبروا هذا القرار مشبوه شويه، وكان من ابرزهم النائب عامر عبد الجبار. يعني السيد مناف اولا اكو حوادث صارت اهم من تاخير الطائره، اثناء الاقلاع قبل الاقلاع انفجر اطار الطياره، وهاي لم تحدث بتاريخ الخطوط، ليش ما اقاله؟ زين مدير عام السكك انقلب كذا مره، ينقلب القطار، ليش ما اقاله؟ اذن الاقاله مو لانه تاخرت الطائرات، ليش لو كان معيار الاقاله بهذا المستوى كان كل المدراء يقالوا العد اقالوا اكو ملفات فساد. لعبتي. تاخير الطيارات بحسب النائب عامر عبد الجبار كان من وراء تجاوز الطيارين العراقيين لعدد ساعات الطيران المسموح بها حسب الضوابط العالميه، وهذا ليش؟ لانه عدد الطيارين مالتنا قليل. زين عين طيارين جدد، الوزير يرفض تعيينهم رغم وجود قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعيينهم لحاجة الخطوط الجوية لهم. وهنا بدأت تظهر مؤشرات جديدة حول سبب آخر للإقالة. الموضوع يتعلق بوجود ملفات فساد حاول المدير العام السابق كشفها، مناف نحكي عليه طبعا، بشهر آب الماضي وبعد تدقيق شركة الخطوط الجوية لحساباتها المصرفية المفتوحة بمصرف التي بي آي اللي هو مصرف التجارة العراقي، تم اكتشاف اختلاف في حساب الشركة لشهر آب اللي هو شهر 8 2023
أسجكم عليه. الخطوط خاطبت المصرف حتى تعرف وين المشكلة، والمصرف جاوبهم وقال لهم يابا ترى أكو اختلاف بالأختام والنماذج اللي دازيها بالطلب، وهذا يعني أكو تزوير بالموضوع. على أثر هذا الجواب المدير العام المقال شكل لجنة تحقيق، واللجنة أكدت وجود تلاعب بقيمة 13 مليار و750 بليون دينار عراقي بس بشهر آب، يعني 8 مال مثقفين يعني شهر آب. وبينت اللجنة أنه المسؤول عن التزوير هو وكيل الخطوط الجوية العراقية في السليمانية، وهي شركة الرمال البيضاء واللي كان اسمها سابقا شركة ميران جروب. طبعا بالتعاون مع عدد من موظفي الخطوط اللجنة أوصت بعزل 8 موظفين وإصدار عقوبات إنذار بحق موظفين آخرين. بس الغريب أنه وزير النقل رفض المصادقة على قرارات اللجنة بدون سبب واضح. بعدين أكد النائب عامر عبد الجبار وجود تلاعب وفساد وتأخر بتسديد ديون وكيل الخطوط الجوية بالسليمانية إضافة إلى ديون الأسواق الحرة العراقية، وأشار إلى أنه هذا قد يكون السبب الحقيقي لإقالة المدير العام السابق من منصبه. وكيل الخطوط الجوية في السليمانية عليه مليارات ديون ومتروك. أنا خاطبتهم الخطوط والطيران المدني يستترون عن الديون ما يطالبون به، وهذا باب من أبواب الفساد. ليش ما تطالب بالديون؟ هو رادي داعي بها، هو داعى بها لهذا أقاله هاي أنا تخميني ربما زين. مثلا عندك الأسواق الحرة عليه ديون أرقام ضخمة زين، أيضا طالب أنه يفتح هذه يطالب بالديون، لكنه يعني هو من بدأ يطالب بديون مترتب على وبعدين تغييره أكبر خطأ. ليش؟ لأنه هو تعين بأمر ديواني لا يصير يعفى بأمر وزاري. طبعا مبلغ 13 مليار دينار تم اكتشافه بعد مراجعة حساب شهر واحد فقط، وهذا يعني أنه المبلغ الكلي للتلاعب ممكن يكون أضعاف هذا المبلغ إذا تم تدقيق كل حسابات الشركة ولكل أشهر السنة. يعني إذا أخذنا مبلغ شهر آب اللي هو 8 كمعدل شهري، المبلغ يكون 156 مليار دينار عراقي بالسنة، يعني 120 مليون دولار تقريبا، يعني خير من الله. وبهالمناسبة خليني أذكرك أنه الخطوط الجوية العراقية اليوم تعتبر شركة خاسرة وعليها ديون بمليارات الدنانير برغم رفع أسعار التذاكر على المواطنين، بينما كانت الشركة رابحة بأعوام سابقة رغم تخفيض أسعار التذاكر في ذيك السنوات. وهذا يخلينا نسأل أرباح الشركة دا تروح الجيب منو بالضبط ومنو دا يستفق؟ يعني خلي نشوف منو. شكرا حق الجاي.